مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من حوار مفتوح. أهلا وسهلا بكم. يعني في البداية أحب أقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كل عام وأنتم بخير. مع اجتياح كورونا للعالم تصدر معاها مشاعر كثيرة، منها الخوف والقلق والاكتئاب. الخوف اللي أصبح رفيق في حياتنا، وكمان مش كده وبس، يعني أصبح ملازم لينا على طول، كبير وصغير. وبالرغم من كل ده شايفين نماذج ناجحة جدا. الناس دول ما قدروش يوصلوا لفكرة الخوف. يعني شفنا مع بعض إن ناس حفظت قرآن، ألفت كتب، قدمت مشاريع تجارية. ونرجع برضو للسؤال الأهم، هل الخوف ما سيطرش على الناس دول؟ فطبعا يعني هم بصوا الكورونا من زاوية تانية خالص، زاوية النجاح والإيجابية، وإزاي أنا أخلق الأمل في وسط الخوف. يعني معانا النهاردة ضيف نقدر نقول هو أستاذ الإيجابية، أعطانا فكرة كبيرة إزاي نبدل حياتنا 180 درجة. معانا هنناقش طبعا الأمل وفي وسط الخوف مع الباحث أستاذ ياسر محمد عبد المنعم، هو استشاري تدريب المهارات النفسية وإدارة الأداء الإنساني، ومدير وحدة برامج التنمية البشرية بجامعة حلوان، والمدير الإداري الإقليمي للجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية سابقا. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. هنطلع تقرير ونرجع لكم بعد التقرير، استنونا. موضوع الخوف يا أستاذ ياسر موضوع كبير، في ظل جائحة كورونا كله خايف، كبير زي ما قلت وصغير، حتى الأطفال خايفين اللي هم ينزلوا مدارسهم يعني، والكبير يعني بيبقى في حتة قلق دايما. فهل يعني العزلة اللي احنا عشناها قبل كده واللي ممكن نعيشها في الموجة الدنيا ممكن نخليها بطريقة إيجابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا بحب أهني أخواتنا الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أتمنى لهم عيد سعيد وأيام جميلة بإذن الله. موضوع الخوف، هو نعرف الأول بس يعني كلمة خوف، يعني إيه كلمة خوف؟ كلمة خوف هي عبارة عن رهبة من شيء بيأثر على الجانب النفسي عندي. أكبر شيء في الخوف هو الخوف من المجهول اللي احنا عايشينه دلوقتي. كل واحد ماشي في الشارع حس ان هو هيجيله كورونا، حس ان هو هيتعرض لأزمة مرضية. ولكن خلينا نقول شيء مهم جدا، ويمكن معلومة إلى حد ما مش هنقول صادمة، ولكن هي معلومة بناء على دراسة في جامعة هارفارد. وجدوا ان الخوف من المرض هو رقم 6 في ترتيب الخوف، في 10 حاجات الإنسان بيخاف منها. أول شيء
هو الخوف من التحدث امام الجمهور، ده اقوى انواع الخوف. بعديها الخوف من الحشرات، بعديها الخوف من الازمات الماليه، بعديها الخوف من الارتفاع، بعديها الخوف من المرض، وبعديها الخوف من الموت، وبعديها الخوف من القطط والكلاب، وبعديها الخوف من المشاكل الاجتماعيه. نفهم من ده ايه؟ خلينا نقول شيء مهم جدا، مساله الخوف في حياتنا ما دام في علاج او في سبب يمنع الخوف ده يبقى مفيش خوف، بمعنى ادق. خلينا نحول دايما المفاهيم السلبيه في حياتنا لمفاهيم ايجابيه. اول شيء، ليه ما نتوكلش على ربنا سبحانه وتعالى في البدايه خالص كهندسه تفكير ايجابي او هندسه تغيير ايجابي؟ كان في بحث كنت عامله في احد المؤتمرات بخصوص التغيير الايجابي او هندسه التغيير الايجابي، كان ليها بعض القوانين هنستشهد بيها مع بعض في الحلقه دي. اول شيء عندنا التوكل على الله سبحانه وتعالى. ما يصيبك لا يخطئك، الشيء اللي هيصيبك هو كده كده مش هيخطئك. الشيء الثاني، ليه هتخاف من قضاء ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هو مادام قضاء ربنا حتمي وموجود خلاص مفيش فيها كلام، ولكن احنا بناخد بالاسباب. اسبابنا ايه؟ احنا دلوقتي ممكن نتقي شر المرض ده بالوقايه، ببعض التعليمات الخاصه اللي حطها وزاره الصحه، اللي حطها بعض الهيئات النفسيه، بعض المنشات، بعض الجمعيات، حتى على المستوى الجمعيات المدنيه. خلينا نقول شيء مهم قوي، الخوف هو نابع من الشخص نفسه. حضرتك قادره تتغلبي على الخوف، ولكن نتيجه ان الميديا في العالم كله كل شويه تفتحي التلفزيون، تفتحي اي راديو، لازم هتسمعي احصائيات. انا ليه بسمع الاحصائيات؟ وللاسف بنجد شيء مهم جدا جدا لازم ندركه ولازم نبعد عنه تماما. النهارده احنا بناخد بالنا من الاحصائيات، كام واحد اتصاب، كام واحد توفى، كام واحد خرج من المستشفى واصبح عافي او متعافي. اول شيء بيجي لاذهاننا هو كام واحد مات، طب كام واحد ربنا احياه، طب كام واحد ربنا عافاه، طيب كام في الميه، كام في كلنا معرضين، كام في الميه من اللي ماتوا، كام في الميه من اللي ربنا عافاهم. طيب لو بصينا للجانب ده وعملنا فوكس عليه قوي، اعتقد ان الجانب النفسي عندنا او المعيار بتاع الحاله النفسيه عندنا هيعلى شويه. ده يخليني برضو اسالك يا دكتور، يعني هل التعرف على الخوف ممكن يكون بيساعدنا على التخلص منه؟ طبعا طبعا، يعني بمجرد ما احنا نعرف ان احنا مثلا عندنا نقطه رهبه او الفوبيا من شيء معين، هل ده بيخلينا ان احنا يعني نتداركه وناخد بالنا ونعالجه؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه جدا، حضرتك قلتي معلومه او قلتي سؤال مهم قوي. عموما في اداره الذات في حياتنا لما نيجي ندير نفسنا وقدامنا اي مشكله، في فرق كبير قوي انك تكوني عايشه المشكله ومش حاسه انك عايشاها ولا مدركه انك عايشاها، وانك تكوني مدركه المشكله، محدده المشكله اللي هي مرض كورونا. كويس؟ طيب بدل ما انا عرفت احدد المشكله او الازمه اللي انا فيها، انا كده حليت 50% من المشكله. تخيلي حضرتك النهارده في مش هنقول عليها مشكله، ما بحبش كلمه مشكله، يعني خلينا ايجابيين، خليها تحدي، خليها موقف. النهارده في تحدي اسمه فيروس كورونا على مستوى العالم. كويس؟ انا ادركت ده، ادركته، اذا هبدا اخد الاحتياطات الاحترازيه او بعض الاحتياطات الخاصه بي، ان انا حتى مفهوم النظافه، يعني خلينا برضو اقول حاجه مهمه، مفهوم النظافه اختلف تماما عن دي قبل. دلوقتي بقى حضرتك معاكي في شنطتك ازازه كحول، معاكي مناديل ورق، معاكي كمامه، معاكي بتحاولي تبتعدي، يعني اللي هو البعد الاجتماعي او التباعد الاجتماعي. ليه؟ عشان انت عرفتي سبب المشكله ايه، او عرفتي ايه هي المشكله، فبالتالي بداتي تواجهي المشكله دي ببعض الاحتياطات. اذا فانت حليتي جزء كبير منها. الشيء الاهم من ده كله، خليني اقول لك حاجه، ان الخوف في حد ذاته ده شيء صحي. انت لو ما خفتش مش هتحتاط، لو ما خفتش مش هتنجز، لو ما خفتش مش هتحقق اهداف كتير. ولكن امتى الخوف يتحول الى فوبيا؟ لما يكون الخوف عاده.
نضع في اعتبارنا شيء مهم جدا، اي مفهوم في الدنيا سلبي بيتحول الى فكره سلبيه ثم يتحول الى سلوك او عاده سلبيه ثم في النهايه بيبقى اتجاه سلبي وسلوك سلبي بالمره. فاحنا نبدا من الاول نخلي مفاهيمنا ايجابيه كويس، ناخد بالاسباب، نتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، نغير الفكره هتتغير العاده هتتغير السلوك، وده اللي حاصل دلوقتي. طيب يا دكتور، يعني كتير من وسائل التواصل الاجتماعي بدات تصدر شائعات وبتبقى مصدر دايما للقلق، يعني بنلاقي اخبار مفبركه وبنلاقي شائعات مغرضه، وازاي احنا نتجنب الموضوع ده؟ يعني ازاي احنا واحنا قاعدين على السوشيال ميديا مثلا احنا مش عارفين الخبر ده صح ولا لا؟ يعني ساعات حتى بيقدروا اللي هم يجيبوا بالمواقع بمسمى المواقع ويفبركوا الخبر زي ما هم عايزين. ازاي نتجنب ده وازاي نقدر يعني نتحكم في قعدتنا على الانترنت؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه مهمه قوي، ان في مشكله كبيره جدا على مستوى العالم، ويمكن قافه العصر اللي احنا عايشين فيه ده قافه الاشاعات. بمعنى ادق، حضرتك النهارده جالك على الفيسبوك جه خبر معين بدون ما تتاكدي بتشيريه لاصدقائك، اصدقائك ليهم اصدقاء، اصدقائهم ليهم اصدقاء، وهكذا حتى يحدث نوع من ايه؟ من التواصل الشبكي. ممكن حضرتك تكوني مسؤوله عن خبر اصلا هو لقيط، ده ليه ام ولا اب، هو اصلا الفيسبوك عموما يعني هو يعتبر من وسائل التواصل الاجتماعي اللقيطه، اللقيطه يعني ايه؟ ملهاش لاب ولا ام، ملهاش مصدر للخبر، انا النهارده نزلت خبر مدى مصداقيته ايه؟ بخرجه حضرتك تخرجيه وده يخرجه، وبالتالي اصبحت اشاعه في البلد او اشاعات في البلد. حضرتك عايز اقول لك على احصائيه مهمه جدا في موضوع الاشاعات ده، فيما لا يقل كل يوم عن 11,000 اشاعه. اضربيها بقى في الشهر، اضربيها في السنه، متخيله؟ ولكن نقضي ازاي على الموضوع ده؟ نقضي نتاكد، نحاول بقدر الامكان نكون على قدر من الوعي والادراك. المشكله دي او الاشاعه دي هتاثر في كام مليون واحد؟ خلي بالك الاشاعه ممكن تكون جايه من بره خالص، يعني في امور معينه، يعني ممكن يجيب لك مثلا فيديو معين، فيديو هو صحيح موجود ولكن ده حصل من 10 سنين، وتجي يقول لك ده حصل على الطريق الصحراوي كذا وكذا. كتير فعلا بالظبط. المشكله ان احنا في جوانا ان احنا بنحب ننشر اصلا. الفيسبوك ده مشكلته في يا استاذه شيرين، مشكله الفيسبوك ان هو بيديكي تقدير ذاتي لنفسك قوي. الناس كلها اللي بتعمل لك لايك، اللي بيعمل لك لاف، اللي بيعمل لك تعليق كويس او فبالتالي ده بيعالج جانب نفسي جواكي، بيديكي حاجه للتقدير. كل واحد فينا محتاج لحاجه للتقدير، يعني في حاجه اسمها احتياجات ماسلو، منها احتياجات الانسان للتقدير، يكون دايما الناس بتقدره وناس بتعلق عليه وناس عارفاه وناس تشاور عليه في الشارع. ولكن لابد ان ناخذ بالايه؟ بالاسباب. بمعنى ادق ان احنا النهارده مش اي حاجه نشيرها، مش اي حاجه، خصوصا في ايام الازمات. ايام الازمات لازم ولابد وحتما أن تكون واثق 100% من الخبر قبل ما تنشره، وأنت مش جهة إصدار خبر. يعني القنوات الفضائية هي جهة إصدار الأخبار، الصحافة، الإعلام بصفة عامة، دي هي المسؤولة عن الخبر. طيب يعني في يعني أفتكر مرة يعني الدكتور مجدي يعقوب قال كلمة حكيمة جدا للكاتب يوسف إدريس، فمع إنه ما كانش بيشتكي بحاجة ولا كان بس دايما بيحس بألم في جسمه، فقال له انت هتضطر ان انت تعمل عملية قلب. فقال له عملية قلب ليه؟ ده يعني انا سليم. فقال له لا، انت عندك مشكلة القلق، فالقلق ممكن، قال له كلمة يعني تتحط يعني كوتيشن كده، قال له القلق ممكن يقضي على حياة الانسان وارغمه على انه يعمل العمليه وقتها، مع انه ما بيعانيش بشيء. ده يخليني اسالك يا دكتور، يعني هل الخوف بيسبب فعلا الام مزمنه؟ طبعا طبعا. خليني اقول لحضرتك على حاجه. كل انسان فينا عنده حاجه في دماغه اسمها اميجدالا. اميجدالا دي بتعني خلينا نقولها كده بلغه العلماء، دماغ السحليه. يعني يمكن كلمة صادمة شوية، ولكن هي مفهومها كده. دماغ يعني ايه دماغ السحلية؟ السحلية دايما بتفكر بطريقة الخوف، القلق، التوتر، الخوض في التفاصيل، المبالغة في النقد، تبدأ تاخد الفريسة دي لا ترجع تاني، فتبدأ تشتغل على فكرة الخوف والتوتر والقلق الشديد جدا.
دي موجوده عندنا في عقلنا، حاجه اسمها كده شبه غده يطلق عليها اسمها اميجدلا. دي موجوده عند الانسان. طب هي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي تخوفك من الشيء اللي المفروض تخاف منه. يعني ما تجيش قدام القطر مثلا تقول ايه؟ اما نشوف بقى القطر عايز مننا ايه؟ لا نقف قدام القطر، ما ينفعش. لا دي بتديك خوف، بتديك شيء من الخوف ان انت تبقى مدرك تماما ان ده هيضرك. خليني اقول لك على حاجه ثانيه تعقيبا على كلام حضرتك. دكتور مجدي يعقوب قبل كده سالوه في احد القنوات الفضائيه. الراجل ده حكيم جدا على فكره، فوق ان هو طبيب يعني. قالوا له ايه الحاجه اللي ممكن توجع القلب؟ قال لهم الخوف، التوتر، الحزن. الخوف والتوتر والحزن ده بيؤدي معاك الى امراض مزمنه. بمعنى يعني ايه زي امراض مزمنه؟ انا مش طبيب طبعا عشان، ولكن يعني الى حد ما قارئ الى حد كبير في الموضوع ده. الخوف ممكن يؤدي الى نوع من الكسل، من تكسير في العظام، تحس انك بتيجي جسمك متكسر، عايزه تنامي وعايزه تقوم، نوع من الكسل الشديد جدا في حياتك. انت عارفه اخرتها بقى، ما هو خلاص بقى يعني. مع اني خلي بالك اقول لك على حاجه، يعني انا دايما اقول للطلبه عندي لما تيجي تواجه خوف حط في اعتبارك شيء معين. ايه اكتر حاجه بتخوفك؟ قول لي كده اخر حاجه. يقول لي الموت طبعا. جميل. طيب ايه اللي هيحصل اكتر من الموت؟ في حاجه تانية؟ لا مفيش. طب ما احنا كده كده هنموت. طبعا ربنا يدي الصحه للناس كلها، ولكن دي حقيقه. طيب انت لو جبت من الاخر خالص بقى، لو جبت المشكله وجبتها من الاخر، طب انا هعمل كذا. خلاص انت هتعملها. انت رايحه النهارده اسكندريه. كويس. ما انا رايحه اسكندريه خلاص. ان شاء الله رايحه اسكندريه. كويس. ما انا كده كده رايحه. كويس. طب يبدا الخوف عندي يتقلص. خلاص بقى يبقى في ايه يعني. ساعات دايما بتكلم مع الاولاد اللي هم الراغبين في ان هم يكونوا مدربين او بيتحدثوا قدام الجمهور، اقول له اول ما تيجي تخش على القاعه هينتبك مثيرات كتير قوي، الاضاءه والشكل والمنظور، الستيج والناس اللي قاعده واللي كله باصص لك والكل عمال يقيمك، والكل كل ده بيؤدي لخوف. وزي ما قلنا في البدايه خالص ان اول حاجه بتخوف الانسان اللي هي بيسموها 10 اشياء بتخوف الانسان، الاولى عليها التحدث امام الجمهور. التحدث امام الجمهور ده شيء مرعب، لان التقييم وقتي، التقييم حالا خلال 120 ثانيه بيقيمك الجمهور اذا كنت كويس او اذا كنت مش قد كده او اذا كنت مش على قدر المستهدف يعني. يعني الاسئله كتيره يا فندم يعني، بس احنا يعني هنقول السؤال الاخير، ازاي حول الخوف الى وقود نجاح؟ ممتاز، سؤال رائع جدا. خليني اقول لحضرتك على حاجه مهمه قوي. الخوف عموما على جميع المستويات بيبان في حاجات كتير قوي. ناخدها واحده واحده كده. اول حاجه وانت قاعده وانت بتتكلمي معايا بتحسي الاول في بروده بجسمك، واحيانا بتبقى في سخونه، واحيانا ممكن تكوني حاسه بقشعريره، واحيانا بتبقي حاسه بانزعاج او توتر وانت قاعده، حركاتك كتير، مش قادره تستقري في مكان، عينك على طول رايحه وجايه. ده بادي لانجوج كله. حتى في البادي لانجوج في الحاجات دي بيقدر يقيم الخوف، يشوف ده خايف ولا مش خايف. حتى على مستوى اللقاءات، على مستوى الرئاسيه او المستوى الامراء والسلاطين والملوك على مستوى العالم، حتى في اللقاءات الخاصه ب اذا كان ترامب او بوتين، بتلاقي علماء لغه الجسد قاعدين بالمرصاد لكل حركه وكل همسه وكل دلاله وكل اشاره ليها تقييم معين وليها دلاله معينه. طيب ازاي نخرج من القصه دي بقى؟ يعني ازاي نحاول بقدر الامكان نخرج من بوتقه الخوف للامل والحياه الايجابيه؟ بالظبط. اول حاجه زي ما قلنا في البدايه خالص التوكل على الله. تاني شيء والاهم من ده كله، من توكل على الله فهو حسبه طبعا. الشيء الاهم من ده كله انك تبدا الخطوه الاولى تواجه خوفك. انت خايف من ايه؟ خايف من فيروس؟ خلاص في اسباب معينه اتقي شر الفيروس بانك تاخد التعليمات الاحترازيه الخاصه اللي عاملاها الحكومه، واذا اصابك الفيروس لا قدر الله فده قدرك، ولكن انت تاخد بالاسباب، ولما خدت بالاسباب خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيسر الامر. الشيء الثالث القدره على الترك والاستغناء. يعني ايه؟ لازم يكون عندك القدره على انك تتركي عاده سلبيه لعاده تانية ايجابيه. خلينا نقول ان فتره كورونا والعزله اللي احنا قعدنا فيها فتره من شهر 3 لحد شهر 7 تقريبا،
ناس كتير قوي بتاخدها ان هي فتره صعبه جدا في حياه الانسان وفتره ان هو قاعد محبوس. خليني اقول لك حاجه، ده انت ممكن النهارده الفتره دي تكون فتره تامل وتدبر وتفكر وقدره على اتخاذ قرار ومراجعه القرارات اللي خدتيها في حياتك، وتبداي تحطي الامور. عارفه انت بالظبط زي حضرتك ايه، عندي بدولاب، الدولاب ده مليان حاجات كتير قوي مكركبه، ولكن الشطاره انك انت ترتبي الحاجات دي في ملفات معينه وتحطيها وفق المستهدف. انا بشكر حضرتك جدا استاذ ياسر محمد عبد المنعم، استشاري تدريب المهارات النفسيه واداره الاداء ومدير وحده برامج التنميه البشريه بجامعه حلوان. شكرا جدا يا فندم على اللقاء المثمر ده، وعلى وعد بلقاء متجدد في حوار مفتوح مع الاستاذ ياسر ونس. دمتم في امان الله، كنتم معي انا شيرين حمدي.